اتفضلي. ميرسي. ايه مالك قاعده بعيد كده ليه؟ ما تقربي شويه. هو انت عايز ايه بالظبط؟ ايه عايز ايه دي؟ هكون عايز ايه يعني؟ اصل الحكايه بتبتدي بالقرب وبعدين بتخلص بالتلزيق، فياريت تقولي انت عايز ايه بدل ما حد فينا يفاجئ التاني بحاجه مش متوقعه. هاتي ايدك. ليه؟ هتقرالي الكف؟ يا ستي هاتي ايدك وانا هاكلها. اتفضل. بص يا ستي، احنا زي اي اتنين بيتعرفوا على بعض قدامنا اربع احتمالات، يا اما نبقى صحاب بجد، يا اما ما نعرفش بعض تاني، يا اما نبقى على علاقه سطحيه، يا اما نقع في حب بعض. نسيت الخمسه اللي هي انهم يهزقوا بعض، يمسحوا بكرامة بعض الأرض. هو احنا هنستهبل يا يحيى؟ دي تاني مرة نتقابل فيها. بس على فكرة انت لو ما كنتيش مستريحة لي ما كنتيش جيتي تقابليني. هو انت فاكر ان انا بقابلك عشان مستريحة لك؟ ما اظنش انك لحياتي طاعي في غرامي. واضح ان انت متسرع وبتنسى بسرعة. أول مرة قلت لك ان انا عندي فضول، وأول ما الفضول يخلص عندي هنعرف ساعتها احنا أنهي احتمال من الأربعة. أول خمسة. ها قلت إيه يا يحيى؟ بصي، رغم إنك مدب وكلامك زي الدبش، بس دي أحلى مرة سمعت فيها اسمي من بق حد. ما أنا عارف. أنت مجنونة رسمي. هو أنت لسه شفت جنين؟ جوزك في شقته القديمة مع واحدة مش ولا جد. يا دكتورة، عملتلك فشار بقى عجب، يستاهل بقى. دوقيني. حلو. والنبي الزيت اللي عندك ده بيطلع الفشار عسل. انتي لما مزاجك بيبقى حلو كل حاجة بتعمليها حلوة. شكله الواد سارينا؟ لعلمك بقى الواد ده شاطر قوي، ده في كليه هندسه ومصمم ان هو يبقى مهندس. بيحبك؟ ما ركزتش في القصه ده. هي امال مركزه في ايه؟ في نفسي. نفسي ارتاح من اللي انا فيه ده، نفسي ارتاح في حته تلمني. انت عارفه ان انا عمري ما كان عندي مفتاح يخصني. عارفه نفسي في ايه؟
نفسي لما انام ما حدش يصحيني، ولما اصحى ما الاقيش حد من نومته. شكلك بتفكري تتجوزي. اتجوز نهار اسود؟ بقول لك عايزه ابقى مع نفسي، عايزه ابقى لوحدي ما حدش يبقى شايفني خالص. لما ببقى عندك هنا انت بتبقي شايفاني، ولما ببقى عند قبل ما انال الكل بيبقى شايفني، ولما بطلع عند ام سنينة السطوح السطوح كله بيبقى كاشفني. انت مالك مصعبه الحكايه كده ليه؟ انت فكرك يعني لما تبقي لوحدك ومعاكي مفتاحك هتبقي سعيده؟ هتستريحي يعني؟ ما انت ما جربتيش الوحده اللي انا عايشه فيها بقالي سنين. الحب يا حبيبتي اهم من كل مهم، اهم من مفاتيح، واهم من المكان، واهم من دوشه الناس. الحب ده هو الاصل، بس الناس اللي بتنساه. اطلع من دول يا دكتوره. ايه ده يا بنت؟ الكلام الحلو اللي انت بتقوليه ده، الكلام ده ما ظهرش غير بعد الخواجه ما ظهر. خواجه مين؟ الحلاوه. دكتور يوسف كنا نعرف بعض لحد ما سافر، بس بعد كده بقى انا اتجوزت، حبيت جوزي وساعدته. تعرفي ان يوسف بيحبني اغني قوي؟ لحني مره زمان اغنيه وخلاني اسجلها. اسمها ايه؟ مش فاكره. لا فاكره، اسمها ياهو. عرفتي منين؟ كنت بسمعك دايما بتدندني وانت مزاجك رايق. لا مش هي بقى. لا هي. ياهو ياهو الواد ياهو. تعالي وديني فين يا بنت؟ غني لي. يلا يلا يا بنت بلاش قهوه. يلا يا دكتوره يلا. ياهو ياهو من الواد ده، ياهو ياهو من الواد ده اللي في شقه وانت ما لقيتش اخوه. من يوم ما جاني لخبط كياني، من يوم ما جاني لخبط كياني، من وياني الواد ده. الواد ده أهياني منك انت يا بنوتة. انت عرفتي الأغنية دي منين؟ هو أنا عمري أنسى حاجة تقوليها يا دكتورة؟ ده اللي رب خير من اللي اشترى. وبعدين بقى أنا لو سمعت العصفور بيزقزق مش هنسى زقزقته، ممكن ألحنها لك كمان. برافو عليكي يا حبيبتي، انت بنوتة شطورة خالص. كدابين يا ولاد الكلب، الشقة زي الفل، مفيش حد. خش خش. كيتي بقى لها شويه مختفيه. ما تردي يا ولا. الغاب حجته معايا يا اما، والنبي يا اما خلصي المكوه دي عشان انا عايز ارسم شويه. عارف لو قلت لي خلصي هشد الفيشه وارمي قمصانك، وشوف بقى مين اللي هيكولك تاني. لا والنبي ما اقدر يا ام سليم. اوعى كده اوعى كده. لا انت اتغيرت اليومين دول، ما بقتش زي زمان، لا كلام ولا ضحك ولا اي حاجه. والله يا اما عندي امتحان ترم. وانا مالي امال ترمك يا واد. ماشي يا اما، ادي المذاكره وفضتلي. عايز ايه يا عسل؟ نتعشى سوا، ما بحبش اكل لوحدي. وماله؟ نتعشى، بس هتعشينا ايه؟ زبادي وشاي بحليب.
يعني انت ياما تسيبيني حالي ومالي وتعشيني زبادي وشاي بحليب؟ لا ياما، انا ما اتعشاش اقل من جوزين حمام او فرخه كبيره. يا اخويا اتنيل على عينك. طب فرخه صغيره. يا عسل. اخرت خدمه الغزة علقه يا انصاف. بقى بعد السنين دي كلها تبعدني يا مجدي؟ من الاول وانا شايفه عيوبك وساكته، من اول ما شفتني كان شعري بيتجرجر ورايا، كانت عينيا بتذبح اي عين، السبتيه كلها كانت تحت رجلي. عمري ما شفتك الا وانت على ركبك بتحلف وتتحالف بيا، وانا عيني على اخوك، حبيته من اول نظره، بس هو ما حبنيش. بصت على رجله، اتكبر عليا، طردني من الوكاله، وهزقني، هزقني وهو مش عارف ان وجع الست صعب قوي، خصوصا لما تترمي من اللي بتحبه. اديني اتجوزتك وانا ما بحبكش، وعملت اللي عليا معاك. ده انت كنت في جره وطلعت لبره يا مجدي، طول عمرك بخيل وخواف. ده انا اللي سخنتك وشديت حيلك على اخوك، وانا اللي دبرت وعملت لك قيمه وسط السوق، انا اللي شجعتك عملت لك حس وقبلتك وانا ما بحبكش وسكت. جاي دلوقتي تدوس عليا؟ ده انا بقى موتي وسني اللي يدوس عليا. ايه اللي جابك؟ انت اللي جبتيه لنفسك. ما انت قاعده في البيت وراكزه، وانا اللي بلف وابرم وارجع لك اخر الليل. مين اللي بخ في ودانك؟ ايه اللي جد؟ غيرانه؟ ولا وحشتك؟ ولا فيها حاجه اتغيرت؟ ها؟ ما انت عارفاني. بحب النسوان واحب امشي ورا النسوان. وانت عارفه وما بتساليش لحد ما نسيت انك مراتي، عمرك ما بصيتيلي على اني جوزك. على قد بعضها يا انصاف، زي ما بتنوريني بنور، زي ما بتخططيلي بنفذ. قلتلي اركب مكان اخوك وكوش على فلوسه وابنه، ركبت وكوشت. انا بحبك اكتر من الاول، لانك انت اللي عملتي كل ده. جاي دلوقتي وعايزه تهدي لي ايه؟ على حاجه تافهه؟ وانا كنت بخطط كل ده عشان تنبسط انت؟ كنت بتلون زي التعبان عشان تطير بعيد عني؟ من يوم ما اتجوزتك يا مجدي وانت ملكي، ومن يوم الفرح وانا بشرب كاس المر لحد اخره عشان بس احقق اللي انا عاوزاه وادوس على رقبه اماني. بس يا خساره، حظها حلو، اتجننت وخلصت حسابي معاها بدري، مع ان كان نفسي حسابي يطول معاها. بس المهم دلوقتي انا قاعده على كرسي الفلوس والوكاله وكل حاجة، وانت تنفذ اللي انا عاوزاه وبس. طب اهدي اهدي، ايه اللي طالع لسانك كده؟ بتعفري في وشي ليه؟ دي بنت هبلة من الشارع، نزوة وراحت لحالها. نزوة؟ بقيت تعرف تقول نزوة؟ بقول لك ايه؟ انا محدش ابدا يضحك عليا، انت فاهم ولا لا؟ اهدي 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 بس، السلاح يطول والشيطان بيلعبك. انا لو منك اسامحني. اطنش. خشي خشي اعملي لنا كوبايتين شاي وشغلي التلفزيون، الايام بتنسي. ولا اقول لك تعالي نتعشى بره. دم تبعتيني كده؟ خلصت حقك؟
روح اطلبي للدكتور، ده مش وقت تناح. أول مرة أدخل من غير ما تحس بيا. يظهر بقى إن الدكتور الوسيم ده شغالها شوية. معلش كيتي، عايزة حاجة؟ لا أبدا مفيش. ومش برضك حضرتك عندك أجازة بكرة يا دكتورة؟ لا هروح شوية الصبحية. بس أنت يعني لمؤاخذة في الكلمة مش متعودة إن أنت تروحي يوم الأجازة. معلش عندي شوية شغل لازم أخلصه. طب هو أنا ينفع أجي مع حضرتك الجامعة؟ أوكي زي ما تحبي. ماشي هسيبك بقى تستريح شوية بالإذن. أوكي. سارينا بتصل ليه دلوقتي ده؟ بقولك ايه؟ لو ما سمعتنيش هنطلق في الزمالك. عايز ايه يا سارينا؟ عايز اشوفك. خلاص هكلمك بعدين. طب على الله نهار بكره يعدي يا كيتي وما اشوفكيش. هتعمل ايه يعني؟ هستناك تكلميني بالليل. بحث شوية شوربة إنما إيه؟ يستاهلوا بقك. سلامتك يا حبيبي، ألف سلامة عليك. أنت إيه اللي ودك شقة شبرا أصلاً؟ يعني عايزني أعمل إيه لما أعرف إن أنت جايب واحدة هناك؟ يعني أنت كنت عارفة أنا بعمل إيه؟ آه، كنت عارفة. مين اللي قالك؟ فعل خير. واحدة؟ اه واحدة بنت الكلب. صفوت حبيبي ازيك؟ عامل ايه؟ عامل انت ايه الاخبار؟ تشرب حاجة ولا اطلب اكل؟ ايه صفوت المكان الغريب اللي انت قاعد فيه ده؟ يا عم بزهق من المستشفى. انت عمرك ما روحت؟ محبش اقعد لوحدي بيني وبينك. وتتجوز؟ قشطة، عندك عروسة؟ من انت رايق يا عم روق. والله انا مبسوط انك جيت النهارده. فكيت صفوت، انا خايف من حكاية العينة دي. ما تخافش يا مان، ان شاء الله خير. المشكلة اني متأكد من النتيجة. مفيش متأكد ولا حاجة، احنا هنمشي واحدة واحدة وان شاء الله خير بإذن الله. ان شاء الله. هو جاي هنا عشان يقعد في البلكونة؟ ما انت عارفه بغزالة. ولما هي الغزالة معكننا عليه؟ ايه اللي جابه؟ وطي صوتك، هيسمعك يتخانق معاك وانت مش ناقص. انا مش عارف انا فيا ايه. مالي؟ ممكن يبقى ده احساسي وابويا مضروب بالسكينة. مفيش أي مشاعر كده. طب ممكن أصدق إن السكينة صدفة مش مقصودة، بس مهما كانت في مشاكل إزاي مفيش حاجة جوايا كده؟ إزاي بتفرج على دم أبويا وأنا عادي؟ ده بالعكس، ده أنا حاسس إن لو السكينة كانت حودت على القلب شوية كان هيبقى أحسن. يمكن كنت ارتحت.
شايفة؟ أمال لما أموت هيعمل إيه؟ أكيد مش هينزل دمعة عليه. بقالنا سنين بنحاول نخليه ابننا، لا عرف يحبنا ولا عرفنا نحبه. أنا مش عارفة هو طلع جاحد كده لمين. ها مش هتقولي لي بقى؟ هقول لك إيه؟ أنا معرفش عنك أي حاجة. احكي لي عن ظروفك، كنت صغيرة، تربيتي فين، أهلك فين، عشتي إزاي، كده يعني. التفاصيل الصغيرة دي هبقى أحكي لك عليها بعدين، عشان فيها شوية حاجات بتوجعك كده، محبش أفتكرها وأنا باكل، تسد النفس. طب وطليقك؟ والله كنت متأكدة إن أنت هتسأل عليه. ماله بقى؟ طلقته ليه؟ اتفقناش مع بعض، كنا فاكرين ان ايام الخطوبه هتخلينا نكمل، بس اكتشفنا ان احنا مختلفين جدا. اتفقنا على الطلاق، طلقنا، وحبينا نعمل زي الناس المتحضره ان احنا نبقى اصحاب عشان خاطر بنتنا ما تتعقدش. واضح ان انت عشتي حياه صعبه مش سهله. عرفت ازاي يعني؟ ما رضيتيش تحكي لي عن ظروفك وانت صغيره، وخلتيني اغير الموضوع علشان اركز في حاجه تانيه، قال يعني هنسى يعني. يا واد يا مركز انت. انا هسيبك تتكلمي عن الفتره دي براحتك خالص. بقولك ايه؟ ما تيجي نحاسب ونقوم. هنروح؟ لا هنروح ايه؟ انت النهارده تسلميني نفسك تماما معايا. يلا خلص اكل عشان نقوم. يلا. بحبك هنا قوي بابا، مبسوط يا حلا ما اعرفش ليه، بحس اني طاير. حلا حلا بكلمك على فكره، مش بتردي ليه؟ حلا انا بحب الاغنيه دي. طب اهو مالك يا حلا، في ايه؟ انا عايز ارجع. يا سلام، كل ده عشان قفلتلك الاغنيه؟ اكيد لا. عموما انا اسف، انا اتضايقت يعني ان انا عمال اكلمك وانت مش بتردي، كانك مش سامعاني يعني. لا سامعاك يا حبيبي، سامعاك كويس كمان، بس ليه مزاج دلوقتي اسمع الاغنيه؟ طبعا. عارف يا يحيى، انت غريب قوي، كلك متناقضات. انا الحقيقه مش فاهمك، انت مين؟ انا يحيى. يا سلام. وايش معنى المكان ده بقى؟ مش عارف، بحبه قوي، لما بكون فيه بحس ان انا بنسى نفسي وبنسى مشاكلي وهمومي، بنسى كل حاجه. يمكن عشان الهدوء، يمكن عشان المنظر الجميل ده، يمكن عشان المكان ده بيديني طاقة إيجابية رهيبة رغم كل السلبيات اللي حواليا.
هي فين السلبيات دي؟ أنا مش شايفة أي سلبيات حواليك، بالعكس أنا شايفة إن كل حياتك إيجابيات. يعني مثلاً أنت شاب شكلك لطيف قوي، واضح إن أنت كمان عيلة كويسة قوي، شغلك واضح إنه بيكسبك كتير لأنك راكب عربية حلوة، وأكيد متجوز ست جميلة. أنا مش شايفة إن حياتك فيها سلبيات يعني. كل اللي أنتي قلتيه ده حلو قوي وبحمد ربنا عليه، بس مش يمكن كل ده من غير روح، من غير إحساس، مش يمكن مش لاقي نفسي فيه. كنت بتحب جوزك؟ جدا، زي ما انت بتحب مراتك بالظبط. وانت مين قالك ان انا بحب مراتي؟ مش محتاجة حد يقولي، واضح جدا. لما بكلمك في التليفون وما تردش عليا بعرف انها قاعدة جنبك، ولما بتبقى معايا بحس انك بتفكر فيها. صح، أنا فعلاً بحب مراتي عشان هي اللي مستحملاني ولسه بتستحملني لحد دلوقتي. نسمة بالنسبة لي مش مجرد زوجة، لا، نسمة بالنسبة لي هي كل حاجة في حياتي. كل حاجة؟ طب لما هي كل حاجة، أنا وإنت قاعدين مع بعض هنا دلوقتي بنعمل إيه؟ صدقيني لو قلتلك اني من ساعة ما شفتك وانا حاسس ان انا عارفك من زمان قوي، حاسس ان انا عارفك طول عمري. على فكرة انا مش حاسس بتأنيب ضمير ناحية نسمة، مش عارف ليه، مش حاسس ان انا اعرف واحدة عليها على قد ما انا حاسس اني مشدود لك، مشدود لك قوي غصب عني مش بإرادتي. مش عارف اللي أنا فيه ده ممكن أسميه إيه، بس كل اللي أقدر أقولهولك إن هي دي حالتي من ساعة ما خبطتيني بعربيتك لحد دلوقتي. كان يوم غريب قوي. طب أنت عارف إن أنا عمري ما خبطت حد بعربيتي غيرك؟ وإن شاء الله مش هتخبطي غيرك.